طيب شوف الدليل الثاني. ثانيا قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا دليل آخر على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فذكر واحد عن ابن عباس، وذكر من التابعين من الحسن وعكرمة ومجاهد ومحمد بن علي بن الحسين وزيد بن علي بن الحسين وقتادة والضحاك. انظر إلى هذه الشجرة. طب من الفقهاء ذكر مالك والشافعي أنهما استدلا على جواز الرؤية بهذه الآية. يا الله، ما أعظم الدليل الثاني. شجرة أخرى، شجرة أخرى على الاستدلال على رؤية الله عز وجل. إذن كم دليل صار معنا من كتاب الله على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؟ كم دليل عندنا؟ اثنان. الأول من يذكرنا بالآية في الأخير؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسن. من يذكرنا من من الصحابة فسروا الزيادة وروا الحديث أنه إيش؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. عندنا كم صحابي؟ كم؟ ثمانية. طيب ثالثا، طب ثانيا من يذكرنا بالآية الثانية؟ تفضل. نعم، إلى ربها ناظرة.